سهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج فوتويك الذي يأتيكم كل اثنين وخميس عبر قناتكم قناة الوطنية. سنتحدث في عدد اليوم عن مواضيع متفرقة، بداية بالمنتخب الوطني واستعداد فلاديمير بيتكوفيتش للإعلان عن قائمة المنتخب المعنية بتربص المقبل استعدادا لمواجهتي الطوغو ذهابا وإيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا. سنتطرق بالأرقام والإحصائيات حول التراجع الرهيب لكوادر المنتخب الوطني خاصة بعد تربص سبتمبر الماضي وبيتكوفيتش أمام وضعية صعبة لاختيار القائمة بحر الأسبوع المقبل. سنعرج أيضا على تصريحات حسام عوار التي كذب فيها الأخبار الرائجة حول رفضه التنقل مع المنتخب الوطني لمواجهة ليبيريا الماضية، والموضوع الذي طفى على السطح المتعلق برفض بعض الكوادر التنقل مع المنتخب لأدغال إفريقيا، حملة مسعورة أيضا ضد رياض محرز في السعودية، واقتراب اللاعب بنسبة كبيرة من تغيير الأجواء وارد في الفترة المقبلة. مواضيع شيقة مشاهدينا سنخوض فيها بالتحليل والنقاش بحضور ضيوفنا كارم يتقدمهم الصحفي المتألق فارس شلوش. مرحبا بك فارس، اليوم معنا في البلاط. شكرا، مساء الخير عماد، سعيد بالتواجد معكم. ونحن سعداء أيضا بتواجدك معنا وبتواجد أمير زكريني. مرحبا بك أمير. مساء الخير عماد لك ولكل مشاهدينا الكرام. مساء الخير أمير، ويحضر معنا كذلك المتألق الآخر أمين نيت العربي. مرحبا بك أمين. أهلا بك عماد، تحية طيبة لجماهير ومشاهدي قناة الوطنية. نرحب بالزميل فارس شلول، إن شاء الله نكونوا في مستوى تطلعات هذه الحصة إن شاء الله. أمين، شكرا جزيلا لك. كبيرهم المايسترو ناصر بويش، مرحبا بك شيخ ناصر. أهلا وسهلا عماد، فارس والشباب اليوم. اليوم جبت لنا لاعب جديد. لا لاعب لا التشبيه، انتم كل مره تقولوا بالماضي ما شببش المنتخب، بيتكوفيتش اللي يشبب. اليوم حنايا في البلاطو تاعنا الشبيبه بقوه. مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لفريد معطاوي الذي اجرى عمليه جراحيه على مستوى القلب، ان شاء الله تمنياتنا بالشفاء العاجل للزميل فريد ليعود ان شاء الله الى هذا البلاطو. ونفتتح نقاش مشاهدينا بالحديث عن المنتخب الوطني، وكما تحدثنا في المقدمة عن التراجع الرهيب لكوادر المنتخب قبل أيام على الجولتين الثانية والثالثة والرابعة لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا. محرز الغائب الحاضر مع الأهلي السعودي، بن ناصر مصاب، زروقي مستويات متواضعة، أيت نوري تراجعت أرقامه، عوار مصاب مع المنتخب، وعديد اللاعبين بين قلة المشاركات والإصابات. أمين، أرقام باهتة إلى جد متواضعة للاعبي المنتخب الوطني، منهم من لجأ لدوريات أقل مستوى وبعضهم يحارب على مكانة أساسية هناك في القارة العجوز. كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع الأسماء المتاحة في الوقت الراهن حسب رأيك يا أمين؟ أكيد نتحدث زميلي عماد عن كوادر المنتخب الجزائري كلهم باسمه، جل كوادر المنتخب الجزائري يعانون خاصة من نقص المنافسة، يعانون من انتقادات شديدة عبر وسائل الإعلام أيضا ومن الأنصار، ونأخذ بعين الاعتبار رياض محرز الذي يمر بفترة صعبة. نأتي نذهب أيضا إلى الدوري الفرنسي، سعيد بن رحمة الذي كانت معلقة عليه أمال كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية مع أولمبيك ليون، ولكنه للأسف تعرض لانتقادات شديدة وحيل إلى مقاعد البدلاء، لم يتم استدعائه في المباراتين الأخيرتين. كل هذه الأمور يعني تؤثر سلبيا على اختيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. نتحدث أيضا عن إسماعيل بن نصر الذي تعرض لإصابة معقدة وسيغيب لفترة طويلة. كل هذه الأمور تجعل المدرب بيتكوفيتش مطالب بإيجاد حلول، مطالب بالاستنجاد بلاعبين آخرين من أجل يعني سد الفراغ الذي سيتركه هؤلاء الكوادر، خاصة وأن المدرب بيتكوفيتش يعني نواياه كانت واضحة منذ البداية، وهو الاعتماد على الكوادر، نفس الأسماء التي اعتمد عليها المدرب السابق جمال بالماضي هي الأسماء التي رأيناها في المباريات الأخيرة. كل هذه الأمور يجب
أن تؤخذ بعين الاعتبار. وسنذكر بعض الإحصائيات لبعض اللاعبين الكوادر الذين شاركوا مع المنتخب الجزائري في المباريات الأخيرة. كل هذه الأسماء تعرضت أو تمر بفترة صعبة، سواء تعلق الأمر بقلة المشاركات أو بالانتقادات التي تعرضوا لها، وهذا الأمر يؤثر أيضا على مستواهم فوق أرضية الميدان. واضح أمين. فارس شلوش متابع طبعا لأخبار المنتخب الوطني، تدرك جيدا أن هناك بعض التراجع الغير مسبوق للاعبي المنتخب الوطني، سواء من حيث المشاركات أو من حيث المردود أيضا. كيف سيكون مستقبل المنتخب الذي دائما نطالبه بنتائج إيجابية، نطالبه بطريقة لعب مميزة، لكن بالنظر إلى الأرقام، بالنظر لمشاركات اللاعبين، بالنظر لمردودهم، هناك تراجع غير مسبوق. كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع هذا الوضع على المدى القريب والمتوسط؟ نعم، ظن أن هذا التراجع ليس وليد اليوم. من 2019 المنتخب الوطني لا يملك نفس المجموعة منذ 2019، ولكن بالمقابل يملك البدائل المنتخب الجزائري. ونظن بحديثنا حول مردود اللاعبين، نظن أنه السابق لزمان الحكم على مردود اللاعبين، لأنه أولا نحن في بداية موسم. ثانيا في بعض الأحيان المعطيات والمعايير في التألق نظن بأنها غير منطقية، خاصة بالنسبة للدوري السعودي. صحيح ربما يرفعوا السقف عالي جدا في الدوري السعودي، مثلا محرز في المباراة الأخيرة قدم تمريرة حاسمة في أسوأ حالاته. ما هي معاييرك أنك تقول أنه محرز خارج الإطار، وأنك محرز هو لاعب ليس مثل الباقي اللاعبين، لازم تحطه يعني تعطيله الظروف باش تخليه يسمح لي نوصلك الفكرة فقط. لن أوصلك الفكرة، أنا قلت لك أنه لازم تحطه في الظروف الملائمة في كل مرة، وكأنك تستنى محرز أوتورنوم، بين بلي محرز ما حش يظهر لك بالمستوى بطوب مستوى تاع محرز. هذه اولا. وثانيا محرز ماشي عاود يولي محرز ايام ليستر سيتي ومانشستر سيتي. محرز هو لاعب يقدم لك دائما احصائياته ليست خارج الاطار، رياض محرز. هذه نقطه. وقلت باننا نملك البدلاء في كل المناصب، نملك البدلاء، وخير دليل مباراه الفارطه وتاريخ الفيفا الفارط الجزائر. يعني المباراه الثانيه عندما كان فيه عدد كبير من الغيابات، شاهدنا لاعبين يعني عودوا اللاعبين يعني اللي لعبوا اساسيين بطريقه رائعه. نظن انه هذا المشكل لن يطرح بالنسبه لفلاديمير بيتكوفيتش، عليه فقط أن يسير هذه المرحلة بطريقة جيدة، خاصة وأننا سنلعب أمام منتخب طوغو ذهبا وإيابا، هو في متناول المنتخب الجزائري. فارس، لكن أنا حبيت أن أعطي لك إضافة على وش قلت على رياض محرز. رياض محرز كنجم، هل الجماهير السعودية مثلا أو جماهير الأهلي تنتظر من رياض محرز أن يقدم تمريرة حاسمة فقط في المباراة؟ هو معول عليه. وتشوف أنت في بعض الأحيان تشوف أنهم يعني يبالغوا بعض الشيء. نعم صراحة، مثلا محمد نور، ما رأيك في تصريحات محمد نور نجم الكرة السعودية؟ قال رياض محرز مع الأهلي يفتقد للرغبة والحماس وهو يلعب بدون أدنى طموح، ولا توجد أمامه، نكمل لك تصريحاته، أي أعذار. يعني مستوى التصريحات هي تهجمية في نفس الوقت. شاهدنا مستوى الأهلي في المباراة الفارطة، لعب أمام نادي لا يرقى لمستوى يعني الفرق الطوب، فرق تاع الدوري السعودي، ورغم نعم كان مصاب، ورغم ذلك هو اولا مستوى النادي اصلا ليس بمستوى الهلال ولا الاتحاد ولا النصر. هذه نقطه واحده، يعني يجب اعاده النظر في تشكيله الاهلي وبعدها تحاسب رياض محرز. ثانيا، لو سجلوا كل من فيرمينيو اللي كان خارج الاطار الموسم الماضي وسام ماكسيمان، لو يعني جزدوا التمريرات اللي مدهم رياض محرز لكان حي يعني ديباس لابارت 20 تمريره حاسمه، وكان افضل ممرر في الدوري السعودي. انت تقول لي انه لا يكتفون بتمريره واحده فقط في المباراه، انا نظن بانه هذه كره قدم، وحتى كريستيانو رونالدو في بعض الاحيان لا يسجل ولا يمرر، وبالتالي لهذا قلت لك انه في بعض الاحيان معاييرهم يعني مرتفعه جدا، خاصه مع رياض محرز لانه ربما جزائري صراحه، لانه التعامل مع لاعبين جزائريين ليس نفسه مع مثلا تعامل مع الاوروبيين، لانه هذا يبقى رايي فقط. صح، ساديو ماني مثلا وحتى فيرمينو خارج اطار الانتقادات التي يتعرض لها رياض محرز. لا، هما اسمح لي تفضل فارس، ولكن نتحدث عن لاعب اربع مباريات باحصائيات جد ضعيفه، هذا الامر يعني جعل
الكثير من الانصار. حتى الموسم الماضي عندما كان افضل ممرر وكانت الانتقادات كاي. لا هنا نتحدث على هذا الموسم فارس. اللاعب اربع مباريات لم يقدم ولا تمريره حاسمه. قدم تمريره واحده حاسمه. هناك الكثير من الاحصائيات السلبيه. يعني حبيت نقول لك باللي انصار الاهلي يعني بناء على هذه الاحصائيات بناء على هذه الارقام يعني تعرض اللاعب لموجة انتقادات. هذه أولا. ثانيا أنا أظن بأنها يعني نحن في بداية موسم كيف تنتقد لاعب وهو لاعب ثلاث مباريات فقط. تنتقد هذا اللاعب لأنه عندما يكون بحجم محرز تكون الأمور يعني مختلفة جدا لأنه لاعب بثقل. الانتقادات تكون في حدود المعقول لأنه في كل مرة مثلا قضية الوشاح حتى خرج بتغريده وقال لك انا ولا واحد مد لي الوشاح. كيف يعني كانت انتقادات لادعه وديباسات حتى الكادر سبورتيف في تلك المباراه. بعدها يعني الامور انخفض عندما قال ولا واحد مد لي الوشاح. هناك فيديو لرياض محرز يتوجه الى احد الفاعلين في الطاقم الفني يريد تمرير رساله الى المدرب بايسيلا لانه اراد تمرير بعض الرسائل الى المدرب بدوره الى اللاعبين. نعم. وشهد وهو يغادر غاضبا الى المدرجات. يا فارس امير لو نعود للوراء قليلا ولقائمه المنتخب الوطني في التربص الاخير، معظم الاسماء التي استدعاها بيتكوفيتش اليوم لا تشارك بانتظام مع فرقها، كيف سيتعامل الرجل مع الامر خاصه عندما تدرك أن كوادر المنتخب أصبحت تقدم مردود باهت جدا في الفترة الأخيرة مع المنتخب الوطني سواء في نهاية الموسم الماضي وحتى بداية الموسم الحالي؟ بداية عماد كي نتكلموا على المنتخب الوطني اليوم، الأسماء اللي كنا نشاهدوها في عهد جمال بالماضي ربما تقريبا نفس الأسماء اللي موجودة اليوم مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة في التربصين الأخيرين ما شفناش أسماء كبيرة أو جديدة عفوا في المنتخب الوطني الجزائري. كاين بعض اللاعبين الشباب اللي ربما اللي كان استدعاهم الناخب الوطني السابق واللي ما عطارهمش ربما الفرصة على أمثال بوعناني أو حتى بشير بلوم اللي انتقل إلى فريق هال سيتي اللي قدم مستوى يتلبس بها ولعب المباراة الأخيرة. ربما هذا الأمر لبيتكوفيتش ربما مدرب جديد أتى إلى المنتخب الوطني لا يعرف كثيرا تركيبة المنتخب الوطني، ربما التربص الثاني لا يجب الحكم على بيتكوفيتش. بيتكوفيتش اليوم أمام مهمة كسب الكثير من النقاط، خاصة وأنه لعبنا شهر الماضي سبتمبر، نحن نلعبوا شهر أكتوبر وبعدها شهر نوفمبر. تكلم فارس قال له أن منتخب الطوغو أكيد نمشي معه في في في, في الفكرة تاعه أنه منتخب الطوغو منتخب في المتناول نلعب مع ذهابا وإيابا، يجب اليوم إعطاء الفرصة من جهة ومن جهة أخرى. المرتبة الثانية في المرتبة الثانية لكن عنده طموح باش يشارك في كأس العالم. أكيد عنده طموح لكن أنت أمام منتخب وطني جزائري وأمام اللاعبين اللي يملكهم المنتخب الوطني الجزائري ما نظنش أنه مباراة صعبة أو كما تحدث من قبيل على مباراة ليبيريا، ما نظنش أنه اليوم منتخب ليبيريا الذي يجب أن تقول أنه نملك منتخب هو أمام منتخب ليبيريا باش ما نقولوش ضعيف، منتخب متواضع جدا عماد. اليوم شفنا اللاعبين اللي كانوا في عهد جمال بالماضي نظن انه راح يكونوا في شهر اكتوبر، تحدث لك على بوعناني اللي ما كانش يشارك كثير مع النخب الوطني السابق. يعني العوده الى التشبيب؟ العوده الى التشبيب اكيد العوده لانه ما تملكش اليوم كما نعودوش اليوم الى التشبيب. حلو. ما عندناش حلول اخرى من اجل استدعاء نشوفوا اللاعبين اليوم دائما رياض محرز بغداد بونجاح ربما هذا حسام عوار اليوم نظن ان نحسبه انه جديد في المنتخب الوطني، تشوف رامي بن سبعيني عيسى مندي يوسف عطال كل الأسماء سنة 2019 هي التي اليوم دائما في المنتخب الوطني. اليوم تشوف يوسف بليلي المستويات اللي قدمها مع فريق ترجي التونسي، أنا شفت يوسف بليلي هذا الموسم مبارياته مع ترجي سواء في التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات رابطة الأبطال أو حتى في البطولة التونسية، شفنا يوسف بليلي حتى في اللعب تاعه يفكرك في يوسف بليلي اللي كان 2019. ميرميز مع بغداد بونجاح سنة 2019. نشوفه يوسف مستوى تاعه مقارنة بمولودية الجزائر أصبح ربما يلعب بدون ضغط أيضا يوسف بدون لا حتى الموسم الماضي ما كانش يلعب بضغط على ما أظن. بداية الموسم مع المولودية كان يعاني من بعض الضغوط، أتى إلى البطولة الوطنية والبطولة لكن الوطنية لكن برهن جدا كان نقص المنافسة يعني ما كانش يلعب ما كانش زيادة في الوزن كان هناك عدة أمور لكن هذه المرة يوسف بليلي أكثر راحة مع فريق أيضا
اللي راح يشارك وعنده طموح يشارك كاس العالم للانديه، تاهل الى دور مجموعه رابطه الابطال افريقيا. اليوم ربما على ما اظن اللاعبين اللي راح يكونوا في تربص اكتوبر المقبل انا نظن واضحين للمناصر الجزائري وحتى للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لانه كي تشوف اليوم اللاعبين اللي يلعبوا في البطولات العالميه كاين بعض اللاعبين اللي باينين راح يكونوا في شهر اكتوبر. عماد يقعد لوكا سبيسيال تاع سعيد بن رحمه اللي نتحدثوا عليه في بقيه الحصه، اللي هو يقعد اليوم مستدعى لمباراه امام اولمبياكوس في الدوري الاوروبي. نشوفوا سعيد بن رحمه هو حيقعد يكون في شهر اكتوبر ولا ما يكونش شهر اكتوبر لانه ما راهوش يشارك. نشوفوا هذا المدرب فلاديمير بيتكو لانه خذا الفرصه تاعو كثير مع الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، اليوم سعيد بن رحمه نشوفوا ماذا سيحدث في شهر اكتوبر المقبل، ماذا سيقدم للمنتخب. نصر بويش في الاعداد السابقه عرجنا قليلا على هذا الموضوع لو تتذكر، قلت لي لازم له وقت كثير هذا الموضوع. اليوم تأكد ذلك بالعودة إلى أرقام معظم الأسماء نهاية الموسم الماضي بداية الموسم الحالي، لا يوجد جديد يذكر بالنسبة لعديد الأسماء يعني الكوادر. الآن لمسة المدرب يا نصر بويش يجب أن تظهر كيف ستكون الحلول للتعامل مع هذا الظرف، ليس حساس ولكن لحسم التأهل إلى كأس إفريقيا مبكرا. شوف والله في الوقت الحالي اليوم ما لازمش نطلبوا الكثير من بيتكوفيتش، لما تدرس حقيقة كيف الفورما تاع اللاعبين لازم ندرسوها. احنا في بداية موسم وخرجنا تقريبا من بداية موسم، مرنا في الشهر أكتوبر راح ندخلوا في الشهر أكتوبر وين اللاعب يكون جاهز تقريبا نقولوا 90% أو 80%، ما نقولوش 100% لأنه فيها شهر نوفمبر وبعد الشتاء وين اللاعب يكون لازم يكون جاهز 100%. لكن نظن بيتكوفيتش راح يكون عنده عمل كبير اولا في اختيار لاعبين، لانه لازم تكون عنده كما نقولوا قائمه موسعه فيه لاعبين ربما اللي كان امير تكلم على يوسف بليلي اللي رجع الى المنافسه ورجع تقريبا الى مستواه الحقيقي، فيها الشاب بوعناني ايضا اللي لعب امس ضد فريق ريال سوسيداد. هذه الاسماء ربما اللي راح تكون في القائمه النهائيه ولا القائمه الموسعه. لكن الاهم انتم تكلمتوا على رياض محرز ومستواه، وين كاين كوادر اللي راح تكون حاضره مع بيتكوفيتش، ما لازمش نقيمها. ربما انتم تكلمتوا كثير كما تكلم فارس على رياض محرز، وين اكيد رياض محرز راح يقعد كادر من كوادر المنتخب الجزائري. احنا ما لازمش اليوم رياض محرز ربما الوحيد نقول لك، لكن كنا في حاجه كنا في حاجه لرياض محرز في سفريه ليبيريا مثلا. محرز الذي لا نجده في الميدان وجب ان نجده في غرف تغيير الملابس، في التدريبات، في السفريات ايضا. هناك لاعبين شباب في حاجه لرياض محرز. لا لما يكون كلام كما نقولوا زياده يعني نجبدوا كما نقولوا بوليميك على ربما عدم تنقله لحسام عواري الى ليبيريا، لكن بصفه عامه نظن انه اليوم بيتكوفيتش عنده خلاص دخل كما نقولوا في صلب الموضوع، عنده فكره عامه حتى ولو كما قلت اللاعبين تاعنا ما همش يلعبوا في الانديه تاعهم، ما همش اساسيين. ربما تتكلم على بن رحمه، تتكلم على اسماء اخرى ربما ما عدا بن سبعيني او بوعناني يوسف عطال اصاب فريق. نظن في اسماء اكيد ما تكونش جاهزه، الاسماء اللي بدات في المنافسه، لكن فيه بعض اسماء راهي تلعب. دونك نظن انه بيتكوفيتش راح يدير تقييم يعني، لكن لا خوف على المنتخب حتى ولو نلعبوا طوغو في شهر اكتوبر. الاهم انا نظن اليوم لبيتكوفيتش ليس الا اختيار الاسماء شكون راح يكون، هو النتائج احسن تاخذ اكثر نقاط ممكن، لانه بعد عنده نظن عنده وقت، لان الشيء اللي هل عنده وقت يا نصر؟ الشيء هل عنده وقت حتى يحضر لك يعني قائمه وتشكيله قادره على لعب كاس الامم الافريقيه 2025؟ لو ننظر الى التربصات، هناك تربص شهر سبتمبر الذي مر، تربص شهر اكتوبر، تربص شهر نوفمبر، ثم تربص شهر مارس تصفيه كاس العالم، ما كاش وقت يعني. السؤال اللي نقدروا نقولوه عماد نطرحوه لانفسنا، لماذا الا اللاعب الجزائري اللي حتى اليوم ما لحقش الى الفورما تاعو اللي لازم؟ في اسماء كثيره، هذا هو النقطه، لان اليوم في الانديه الاوروبيه سي لا بيرفورمانس، ما كاش هذا. هل في المنتخب الانجليزي او الفرنسي نتحدث عن بدايه موسم بالنسبه للاعب؟
يعني هذا هو لا ما نتحد، لكن قلت لك كاين اشياء ربما غريبه يعني، لهذا قلت لك لازم بيتكوفيتش. انا قال نطرح سؤال نفسي على نفسي، لماذا اللاعب الجزائري في تقريبا في كل القائمه في لاعبين ما مش اساسيين ولازم يكونوا اساسيين، لانه بحاجه الناخب الوطني بلاعبين يكونوا لاعبين مجو بصفر دقيقه مع فريقه. نظن هذه هي المشكله تاع بيتكوفيتش، لهذا قلت بيتكوفيتش لازم نزيدو نعطيو له وقت. هذه هي، ربما راح يجيب اسماء، ربما راح تبرز تلعب لقاءين تاع طوغو، حتى ولو الناس تتكلم كثير ان منتخب طوغو متواضع، لكن فوق الميدان حتكون حاجه اخرى، حقيقه اخرى لازم ما تكونش لا تجهز كما ينبغي، راك حتوجد صعوبه. لكن اهم اليوم لبيتكوفيتش خيار اختيار اللاعبين زائد النتائج، حتى الان الا النتائج 3 نقاط ولا 6 نقاط. واضح ناصر بوش. بالحديث عن تراجع مستويات بعض الأسماء، نتحدث قليلا عن سعيد بن رحمة كلاعب أساسي في المنتخب الوطني. هذا اللاعب الذي صنع الحدث في المنتخب الوطني في وقت سابق وعاد من جديد ويشارك بصفة أساسية مع الناخب الجديد. بن رحمة غاب عن آخر 3 مباريات لفريقه أولمبيك ليون دون أي توضيح من قبل فريقه، وقناة أرمسي كشفت بعض الحقائق حول أسباب غيابه. أمين، بداية موسم سيئة جدا لبن رحمة منذ عودته من المنتخب الوطني، لم يشارك ولا دقيقة مع فريقه بغض النظر عن مباراة اليوم أمام أولمبياكوس. أكيد زميلي عماد، في البداية نحن كإعلاميين نتحدث عن إحصائيات لاعب أولا، ثم يمكننا أن نتحدث أيضا عن آخر أخبار أي لاعب يعني منضم للمنتخب الجزائري أو لاعب يهمنا كجزائريين، ثم إن الخيارات تبقى خيارات الناخب الوطني وهو حر في خياراته، لأن النتائج هو من يتحمل مسؤوليتها. نحن كإعلاميين ننشر إحصائيات لاعبين، نتحدث عن آخر أخبارهم، هذا ما كما يقولوا هذه هي خدمتنا. خيارات اي تبقى للمدرب، خيارات المنتخب الوطني هي من مسؤوليه اللاعب. عندما نتحدث عن سعيد بن رحمه واحصائياته، يعني سجل احصائيات جد سلبيه مع اولمبيك ليون. اولمبيك ليون تم استخدم هذا اللاعب بدايه الموسم وعلق عليه كثير من الامال من اجل العوده الى المراكز الاولى. استخدمه منتصف الموسم الماضي. سعيد بن رحمه اتى الى الاولمبيك ليوني في منتصف الموسم الماضي. لا برك كلام برك ندي لك قوس، نفتح قوس. بيير ساج المدرب تاع الاولمبيك ليوني وكان عنده فرصه، لانه نفس المدرب ما مشاش. لما جاء سعيد بن رحمه ربما كان اساسي، لعب كان كما نقولوا ايفيكاس، كان قال هذا هو اللاعب اللي كان يخصنا. جاب بدا نهايه الموسم تاع الاولمبيك ليوني كان في المستوى، وصل للنهائي نشط النهائي تاع كاس فرنسا. بدايه موسم لم تكن في المستوى، لا غير موجود. هذا قلت لهذا نطرح اسئله، لماذا اللاعب الجزائري اللي اتى من ويست هام كان في المستوى، والمدرب يقول لك هذا هو اللاعب اللي كان خاصنا، 3 اشهر من بعد، 4 اشهر من بعد، بدايه موسم هذا اللاعب غير موجود. والاجوبه راهي عندي. خلاص هذا هو هذا هو قلت لك قبل كنت اريد الجواب على هذا. قبل نبدا الكلام قلت لك انه مهمتنا نحن كصحفيين ننشر الاحصائيات وننشر اخر اخبار اللاعبين المحترفين. سعيد بن رحمه اخر خبر بالنسبه لارمسي اكدت انه هذا اللاعب غير موجود، لانه المدرب بيير ساج قال للطاقم الفني انه يعاني من زياده الوزن، وهذا ما جعله غائبا عن المباراتين الاخيرتين امام كل مونس من لونس وستراسبورغ لحساب الدوري الفرنسي. كان اساسي في المنتخب، ولكن كان اساسي في المنتخب الجزائري ولم يقدم المستوى المطلوب. هذا يعني احصائيات. و شيخ ناصر يقول قبل لا لمن من الصعب، شيخ ناصر يقول لك ما ديرش بوليميك. لا وعطالك جواب يعني من الصعب انك ما تكونش اساسي في النادي تاعك وتكون اساسي لا هو الامر المؤكد انه قله مشاركته مع اولمبيك ليون راح تخفض له من حظوظه في التواجد مع المنتخب الجزائري، لهذا اذا ما يلعبش مع الاولمبيك ليون بعد احصائياته عندنا تألق يوسف بالليلي ايضا. عاد موسم مع برنتفورد في الدرجة الثانية، لم يكن ولا مرة ما كان لاعب يعني، لكنه فارس من حيث اسمح لي من حيث الإحصائيات، ولا مرة ما كان لاعب يعني واو من حيث الإحصائيات، لأنه مع برنتفورد نظن تسجل 30 هدف في أقل من 100 مباراة، بعدها تنقل لويست هام في 130 مباراة سجل 24 هدف،
وبعدها منتخب وطني كل يعلم المستوى تاعو. لو نحكم ورقة هذا اللاعب لو نتحدث بالإحصائيات ولا مرة ما كان لاعب يعني خارق للعادة، يعني بداية الموسم سجل أسوأ إحصائياته هذا البداية. نعم. الموسم مع الأولمبيك غير موجود، ولكن تشوفوا كي تشوفوا فارس داخل أرضية الميدان بروفيل اللاعب تحسوا أنه اللاعب مجتهد يعني، ولكن سير كوتي نوعا ما لأنه من حيث الإحصائيات فارس تشوف لاعب أتى من الدرجة الثانية الإنجليزية فقط حينها أدى موسم كبير. بعد هذا الموسم قيل الكثير عنه بعد انتقاله إلى وستهام، ولكن في وستهام ولم يكن ذلك اللاعب اللي صوره هنا، ولكن يعني نتحدث في المنتخب نفس الشيء. الان مع ليون قدم فقط نصف موسم ثاني وما كانش يعني نصف موسم. فارس في تحدث كان عنده شويه مستوى لا احتدت من حيث الاحصائيات 130 مباراه 24 ولكن بالرغم الاحصائيات فارس ولكنه حصل على الكثير من الفرص مع المنتخب الجزائري وهو لاعب اساسي ولم يقدم. سؤال مطرح ايضا فارس، كثير على الجهه اليسرى عاد الى المنتخب ويشارك باستمرار أساسي. كأساسي في المنتخب الوطني. أزاح يوسف بليلي، إبراهيم يقويري من تلك الناحية. يعني أصبح سلطان في الجهة اليسرى، يشارك دائما باستمرار. وعكس ما يقال منحت له الفرصة في أكثر من مرة، يعني قيل أنه صحيح لعب مع الفريق الثاني ولم يشارك مع الفريق الأول، ها هو الآن يشارك مع الفريق الأول. نظن بأنه حسب رأيي هو لاعب صراحة يتمتع بإمكانيات جيدة ولا بأس بها، ولكن ليس باللاعب في المنتخب. طب فارس بكل صراحة يستحق التواجد في المنتخب في الوقت الحالي؟ لا بعيد كل البعد على مستوى يوسف بالليل، كل البعد يعني على الجهة اليسرى بعيد. لا مقارنة طرح مقارنة بيوسف بالليل أكيد. لا في المنتخب لا. يوسف الحديث على يوسف بالليل يا نصر، وش الأرقام أمامنا؟ إحصائيات رهيبة للاعب في 3 مباريات، 10 مساهمات تهديفية، سجل 6 أهداف، قدم 4 تمريرات حاسمة. ربما هذا اللاعب إذا لم يعد إلى المنتخب الوطني هذه المرة، أنا أتساءل بيتكوفيتش أي يعني وش من سبب راح يبحث على هذا المرة. لا اليوم كرة القدم هل اللاعب غير منضبط اليوم أم ماذا؟ شوف اليوم كرة قدم هي إحصائيات وأرقام. يوسف بليلي أرقام خيالية هذه، لما تشوف أنا شفت بعض اللقاءات تاعو سجل أهداف اللي نحبوها كاع كي باش نسجلوا أهداف مثل هذه. نظن أن يوسف راح يكون في القائمة، لان اذا يوسف بليلي ما يكونش في القائمه تاع التربص تاع شهر اكتوبر لازم نطرحوا السؤال ديريكتوم مباشره الى بيتكوفيتش، لماذا هذا اللاعب؟ ما تتكلمنيش على الانضباط. انا شفنا يوسف الوزن تاعو كما نعرفوه من قبل كما قال امير، لاعب تاع 2019 و20 و21 لاعب. نظن انه اليوم اذا يوسف بليلي ما كانش في القائمه تاع شهر اكتوبر لازم انا سانسار مع اني ما نظنش انه بيتكوفيتش رايح يغامر ما يتخليش تتخلى على لاعب كخبر رسمي ومتواجد في الـ في التش في الـ الحمد لله. لا 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 نستطيع التخلي عن لاعب مثل هذا، راح يكون اضافه، راح يكون اضافه هجوميه. هذا نحبوه ولا ما نحبوش؟ والله ما نحب نتكلم على الانضباط، لانه في وقت انا واش ما نفهمش في وقت الناخب السابق جامي تكلمنا على يوسف بليلي والانضباط تاعو، ما تكلمناش ابدا. ربما تكلموا على المستوى تاعو، كان متوسط، كان حسن، كان جيد، لكن ولو مره تكلمنا على الانضباط ولا سمعنا اشياء على الانضباط تاعو في المنتخب. امير في الوقت الراهن نشوف انه سعيد بن رحمه يعتبر الخيار الرابع بعد كل من قويري مثلا على الجهه اليسرى، نشوف انه افضل. نشوف ايضا راين ايتنوري على الجهه اليسرى كمهاجم افضل منه، افيد من سعيد. ونشوف ايضا بانه يوسف بالليلي افضل منه، يعني يبقى الخيار الرابع حسب رايي في المنتخب في الوقت الحالي. نعم ويدخل راح الخامس. امير الحديث صح نضحك خاطر الشيخ ناصر ينصحك ومن بعد يعطيك امور الاذاعه. أمير الحديث عن بن رحمة يقودنا الحديث عن بليلي، هذا أكيد لأنه نفس المنصب، هاتريك وأسيست وأرقام رهيبة للاعب في 3 مباريات، 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة كما قلنا، 10 مساهمات تهديفية لبليلي في بداية موسم نارية. كنت في عدد سابق طلقت صريح ربما أحدث زوبعة، قلت أنه 200% بليلي سيكون في المنتخب الوطني، حينها لم يسجل لا هاتريك ولا أي تمريرة حاسمة. هل هو الوقت المناسب لعودة يوسف بليلي الغير منضبط في أعين بيتكوفيتش؟ اليوم على الجهة اليسرى كما تحدث فارس قال على سعيد بن رحمة اللي هو الخيار الرابع بالنسبة له أنه يكون في المنتخب الوطني،
ما نظنش انه كاين لاعب يلعب على الجهه اليسرى اليوم احسن من يوسف بليلي في الوقت الحالي نتحدث في المنتخب الوطني. العوده الى العدد اللي تحدثت فيه وقلت فيه انه يوسف بليلي سيكون 200% في طرابلس المقبل شهر اكتوبر مع بدعوه من الناخب الوطني، الكثير تحدث انه يوسف بليلي لاعب فات عليه الزمن، يوسف بليلي لاعب غير منضبط، يوسف بليلي لم يعطي شيء للمنتخب الوطني، وكانه يوسف بليلي غاب مدة 3 أو 4 سنوات على المنتخب واليوم نطالب بعودة أفضل لاعبين في كأس إفريقيا ثم اختفى يوسف بليلي، واليوم نحن نتحدث عن يوسف بليلي من أجل العودة إلى المنتخب. اليوم يوسف كما تحدثت الإحصائيات هي من تتكلم على يوسف بليلي، حتى كما تحدث ناصر حتى طريقة الأهداف اللي يسجلها الأخيرة كرة ثابتة، يسجل للوب، يسجل يطيح الحارس المرمى ويسجل، يدير كلش وبطريقة رائعة. وحتى هو أنا نظن أن يوسف بليلي يكون في فريق الترجي التونسي يكون مرتاح في فريق الترجي التونسي. وكاين نقطة هامة، شوف اللاعبين اللي حوله أكيد أنت لاعب ممتاز، زائد اللاعبين اللي حولك ممتازين. دونك لا لأنه كاين البعض تحدث قال لك أنه يوسف بليلي الموسم الماضي لما كان يلعب في مولودية الجزائر كان يدير كلش هو لا. كاين الناس يقولوا كما تحدثنا على وجوب العودة يوسف إلى المنتخب الوطني، قال أنه لماذا العام الماضي لم تتحدثون عن يوسف بليلي وتطالبونه بالعودة إلى المنتخب الوطني أو تطالبون النخب الوطني من أجل استدعاء؟ رجع إلى المنتخب. لا رجع هذا المنتخب لعب ربما تربص واحد استدعي بعدها لم يستدعى. اليوم تربص كأس أمم إفريقيا بعدها لم يستدعى يوسف بليلي، غاب كان في مودية الجزائر يوسف بليلي. اليوم كي طالبنا رجوع يوسف بليلي قال اليوم يوسف أصبح مالك وأصبح يقدم. صراحة في الترجي التونسي اليوم يلعب مرتاح في فريق الترجي التونسي، حتى ليس لمام ليس بليلي سي با لمام بليلي تاع مولودية الجزائر. اليوم يوسف بليلي لعب أمس أمام مستقبل سليمان في البطولة التونسية، غاب يوسف بليلي عن مباراة أمس، فازوا بصعوبة نظن فازوا 2-0، هو غاب من الجهة من جهة الترجي شقيقه غاب أيضا من جهة أخرى بسبب أنه استدعي عنده أسباب عائلية جاء إلى الجزائر. اليوم الناس بدأت تتحدث أنه أو يوسف بليلي غادر الترجي التونسي أو هرب من فريق الترجي التونسي، لماذا الصحافة لم تتحدث كما كانت تتحدث عن مشاكله في مولودية الجزائر؟ ليس نفس المستقبل. هو تحدث وقال أنه طلبت من إدارة النادي الترجي وافقوا له على الأمر، وبما أنها مباراة بطولة ليست مباراة كبيرة عنده مش مشكل عائلي عاد، واليوم على ما أظن عاد إلى تونس ويحضر المباراة المقبلة. اليوم يوسف بليلي يجب أن يكون في المنتخب الوطني، ويوسف بليلي على 100 سنة أنا ما نظنش ما كانش ليعوض يوسف بليلي على الجهة اليمنى في المنتخب الوطني اليسرى في المنتخب الوطني الجزائري، لأنه شفنا ياسين إبراهيمي، سعيد بن رحمة، العديد من اللاعبين، لكن يوسف بليلي في المنتخب الوطني كما كان مبولحي بدون فريق في المنتخب الوطني الجزائري. لعلمك يا فارس تشاطرني الرأي، يوسف بليلي ماهوش مسجل أهداف كثيرة مع المنتخب الوطني، لكن لماذا نتحدث عن قيمة ثابتة لهذا اللاعب في كل مرة مع المنتخب الوطني؟ لا حدث مساهمة اللاعب في المنتخب الوطني إحصائياته كبيرة جدا. يوسف بليلي سواء يساهم في تسجيل الأهداف وحتى من حيث تسجيل الأهداف عنده أرقام رائعة. تشوفه بالجهة اليسرى يعطيك أمان، يعطيك هذا تسنى منه الإضافة. الشيء بكفرس هو التنشيط الهجومي من الجهة اليسرى، فيه تنشيط هجومي، فيه اشياء نشوفوا كيما نقولوا دي زاكسيون، فيه دي بروفوكاسيون. واحد اي مدرب يبحث عن لاعب لكي يعني يخلق صعوبات للخصم ويعني يفقد تركيز الدفاع، يعني يفقد تركيز الدفاع. فقط لا يجب ان ننسى بان يوسف بليلي فاز باحسن لاعب على مستوى القاره الافريقيه وتوقف سنتين عن ممارسه كره القدم، هو شيء يعني خارق للعاده يقدر يديره غير هو، يعني حتى احصائي كبيرة. ولا واحد يختلف عن مستوى يوسف بليلي، فقط المشكل يعني الانضباط اللي تحدثت عليه المدرب، حتى هو قالها رفقة مقربين من المنتخب الوطني، كان يقصد بذلك يعني تصرف يوسف بليلي مع الحكام. نعم نقول يوسف بليلي يعني احسنت، ولكن نقول ايضا بانه اخطا ايضا في الموسم الماضي بمثل تلك التصرفات، وكان يستحق يعني الابتعاد عن المنتخب الوطني لفتره. تصرفات مع ناديه،
مع فريقه وفي البطولة المحترفة مع المنتخب الوطني. لا. يوسف بليلي لم يقوم بأي شيء خاطئ في وقت كان فيه سوء للتواصل من المدرب، يعني ما عرفش يختار اللي مو اكزاكت باش يوصف تلك الفترة اللي مر بها يوسف بليلي. الآن الحمد لله هو في حالة جيدة، سواء لا نشاهد مثل ذلك أو تلك التصرفات مع النادي التونسي. والشيء أيضا الجيد مع يوسف بليلي هو أنه بعد موسم شاق من حيث الضغوطات مع نادي مودية الجزائر، الكل يعلم كيف غادر مودية الجزائر، رغم ذلك بداية الموسم كانت رائعة، لأنه لاعب آخر قد يتأثر بموسم اللي جوز يوسف بليلي مع مودية الجزائر، ولكن الآن لا والحمد لله ما كانش اون ريزون تخلي يوسف بليلي ما يكونش حاضر مع المنتخب الوطني، سواء من جانب الرياضي او من جانب المشاكل الانضباطيه التي تحدث عليها المدرب، وكان يقصد بها تصرف يوسف بليلي مع الكثير من الحكام وليس فقط في مباراه واحده. واضح فارس. سمعنا تصريحات عمار الجمل، التصريحات الاخيره اللي تحدث عليه يوسف بليلي، قال انه كي كنت انا نلعب ضد يوسف بليلي كي يجي على الجهه اليسرى، قال انا نولي نهضر مع الظهير الايمن اللي كان كشريده انذاك هو مدافع المنتخب التونسي، نقول له انت روح ليه الاول باش ما نروحش انا الثاني موراك، لانه يبدا يدير صراحه اللاعبين التونسيين يتحدثوا على هذا واحد اكيد. سنتحدث كثيرا عن يوسف بليلي والمنتخب الوطني، لكن في الفصل او في الجزء الثاني من هذا البرنامج تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج، نواصل فيها الحديث عن المنتخب الوطني. امير، مع بداية يعني هذا التربص، أي أسماء جديدة ستعود أو ستلتحق بالمنتخب الوطني، خاصة تلك الشابة التي صنعت الحدث مؤخرا، إبراهيم مازا، أمين شياخة، هناك أسماء غيرت جنسيتها الرياضية، هل ستلتحق بالمنتخب أم هناك وقت إضافي لتلك الأسماء؟ البداية أكيد ستكون بإبراهيم مازا الذي غير الجنسيه الى الجنسيه الجزائريه، الجنسيه الرياضيه اكيد. وتحدثنا على مصطفى مازا وان كان معنا، انا صراحه انا اشهد انه هذا الشخص كان دائما قبل سنتين او ثلاث سنوات كان دائما يتحدث على هذا اللاعب، وكان طلب من الاتحادات السابقه طالبهم بهذا اللاعب، قال اعطوا له الفرصه حتى في الفئه الشبانيه المنتخب، وكان قبل يعني يلعب في الفئه الشبانيه، كان اكيد يلعب في الفئه الشبانيه، وطالبهم انه ياخذ مصطفى اكيد يعني. شافوا لي هو قريب منه وتحدث، وانا كنت شاهد خاصه انه كان معنا في الحصه انا ذاك، لكن في الوقت السابق وفي الاتحادات السابقه ومن كان في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم لم يقوموا حتى باعطاء الفرصه لهذا الشخص. اليوم وبعد ثلاث سنوات اللاعب هذا اكد على علو كابته رغم صغر سنه. اللاعب هذا سيكون اكيد لو تم تغيير الجنسيه الرياضيه في اقرب وقت، لانه على ما ادري الامور الاداريه لم يفصل فيها بعد، لكن نتمنى انه يكون حاضر في التربص المقبل. متاح الان متاح راح يكون الضوء الاخضر من الفيفا اكيد. ثم راح نظن راح يكون حاضر بالنسبه هو قبل مباشرته الامور الاداريه كان تحدث مع مدرب المنتخب الالماني لاقل من 20 سنه، لانه كان ادرك انه سوف ربما لن يكون في المنتخب لاقل من 21 سنه المنتخب الالماني، لذلك اختار المنتخب. لكن الامر المهم في هذه القضيه كلها، لو ناتي قلت مصطفى مازا بابراهيم مازا الى المنتخب الوطني، يجب ان تتاح له الفرصه، ليس كما حدث مع اللاعبين من قبل، شفنا انه بلومي صارت عليه قضيه كبيره انذاك، ابن الاخضر بلومي اللي تحدثوا ربطوا ربما الاسم تاعو باسم الاخضر بلومي، بشير بلومي، كل يطالب به، كان الشعب كل كان يحب يشوف هذا اللاعب، بعدها تم استدعاء استدعيه. وكنا نلعبوا في قسنطينه امام الراس الاخضر وفايزين برباعيه مقابل صفر، وكنا 70 دقيقه فايزين رباعيه، لكن الناخب الوطني السابق ليس في نفس الصوره تاع ابراهيم مازا، لانه كان يلعب في نادي في بلغاريا، لكن متواضع. والان فارس لما تستدعي لاعب انت تستدعي لاعب الشعب كل يطالب به، حبينا نشوفه بشير بلومي لانه الكلام كثر عليه. نتكلم على منتخب على بالك حتى ولو تاتي نظن الشيء الاول راك موجود في قائمه تاع المنتخب، لكن انا موجود لا. في القائمه لا تستنى الدور تاعك ووقتك. دور وين وقتش يجي الدور؟ انا انت تلعب هو اللي لا سامحني لكن ناصر سامحني ربما تشوف كان شوف لعبنا هنا ضد غينيا الاستوائيه، من بعد مشينا الى ليبيريا كانت غيابات اصابات
كاين لاعبين اللي جات لهم في كرة القدم. لا جات منافسة. عندك شوف زرقان، عندك حاج موسى، بدا اللقاء عندك حاج موسى، وعندك بوعناني، وعندك محرز. انا تكلمت ثلاثة أنا اليوم، اليوم تحدثت على لوكا تاع اليوم. المنصب بيكون حساس. لا انا ما تحدثتش على المنصب فقط، في اسماء انه لاعب يتكلموا عليه في البلاطوات. انا ذاك بشير باللومي كل البلاطوات تتكلم عليه. بعد انت تستدعي اللاعب، كنا لعبنا المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر، لعبنا مباراة أولى لم يشارك، بعدها لعبنا المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر في قسنطينة وفائز برباعية وبقت 20 دقيقة تعلم. لماذا لم تدخل فرصتي اليوم أنه نأخذ فرصتي؟ حتى على بشير باللومي حتى في شهر مارس في الدورة كان موجود نضل في القائمة. نعم كان موجود. كان موجود. لكن لم يشارك. هي دي. دونك لو شوا يعاودي للناخب الوطني. زين الدين بالعيد إلى غاية التربص الماضي عنده عام ونصف في تربص منتخب. شوف اللاعب، الوحيد شارك في مباراة واحدة أمام أوغندا في جابوما. اللاعب الوحيد اللي ما لم تتح له الفرصة أنه يشارك وكان عنده الأخر هو زين الدين بالعيد. لعب ربما لقاء واحد، لكن من الصعب اليوم هاد الشباب لهدايا لما شوف الفترة اللي بقى فيها زين الدين بالعيد ربما في شهر اكتوبر ما يكونش في القائمه. ما يكونش لانه لم يبراوش يشارك مع فريقه. هذا عليك قلت شارك في لقاء ودي. نطرح السؤال هذه نقطه استفهام، كيفاش لاعب قاعد مده تقريبا 8 اشهر مع هو المنتخب في المستوى، هو في المستوى اتحاد العاصمه وفي المنتخب وفي كل القوائم ومن بعدها في شهر اكتوبر، خاصه ناصر بويش، خاصه امين. لو نتحدث عن ورشه الدفاع، هو بيتكوفيتش قال في ندواته الصحفيه أملك عديد الورشات لكي أعمل عليها في المنتخب الوطني بما في ذلك خط الدفاع، جرب محور الدفاع، جرب عديد الأسماء وبالعيد لم يأخذ فرصته، لا مع المدرب بالماضي الذي شارك معه في مباراة واحدة أمام الموزمبيق، ولا مع المدرب الحالي في تربصين. أكيد تحدثنا عن هذا اللاعب زميلي عماد في الكثير من الحصص، زين الدين بالعيد الذي يشارك أو يستدعى، يتم استدعاؤه في الكثير من التربصات، ولكنه للأسف لم يحصل على تلك الفرصة التي كان يريدها مع المنتخب الجزائري حتى الآن. الفترة ويمر بفترة صعبة مع ناديه الجديد بسبب قلة مشاركاته، هذا الأمر أيضا سيقلل من حظوظه في تواجد مع المنتخب الجزائري. نتحدث عن إحصائيات أيضا بعض المدافعين الذين سيكونون في المرحلة المقبلة المنتخب الجزائري، ولكن هناك الكثير من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من المنتخب الجزائري وللأسف لم يتحصلوا على تلك الفرصة. هذا الأمر راجع لاعتماد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على الكوادر أو على نفس الأسماء التي اعتمد عليها المدرب السابق. نعود زميلي عماد لقضية أو لحالة إبراهيم مازا الذي سيكون إفادة كبيرة للمنتخب الجزائري. كما قلت لك زميلي عماد، نحن كإعلاميين نمنح آخر الأخبار ونمنح الإحصائيات بالنسبة للاعب، والخيار يعود للمدرب. إبراهيم مازا هو من بين أحسن اللاعبين في البوندسليغا درجة الثانية، يعني وهو قطعة أساسية بالنسبة لنادي هيرتا برلين، كيف لا وهو أحسن لاعب ثالث للنادي بتنقيط 8.5 كإجمالي تنقيط المباريات التي شارك فيها، 6 مباريات كاملة كأساسي، يملك الكثير من الإحصائيات، أرقام جد إيجابية. هو كان ضمن التشكيلة المثالية للبوندسليغا لدرجة ثانية في الجولة السادسة، قيمته 8 مليون أورو وهي قيمة جد معتبرة، قيمة تؤكد حجم هذا اللاعب في الدوري الألماني. أيضا يملك الكثير من الإحصائيات الإيجابية وهو أصغر لاعب سجل لهيرتا برلين. الصحافة الألمانية تتغنى كثيرا بهذا اللاعب، أظن أنه استدعاء للمنتخب الجزائري سيقدم إضافة كبيرة نظرا لتلك حتى تظهر من الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام الألمانية في الفترة المقبلة تؤكد أن هذا اللاعب يريد تقمص المال المنتخب الجزائري، وهذا يؤكد أنه لديه عزيمة كبيرة على تقمص الوان المنتخب الجزائري وتقديم الإضافة وتسجيل أهداف مع المنتخب الجزائري، وهذا ما يعني هذا الأمر الذي كان ناقص للمنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة. واضح أمين فارس، تتوقع قدوم أسماء شابة في التربص المقبل؟ نعم من دون شك، هذا منتخب وطني في كل مرة يعني نسمع الكثير من اللاعبين
حابين حان الوقت. هل حان الوقت اليوم المنتخب الوطني الجزائري؟ حان الوقت. نظن بانه الوقت دائما كاين بالنسبه للاعبين الشباب، لانه منتخب وطني ودائما كاين لاعبين في نهايه عهد ولاعبين يجوا باش يدعموا المنتخب الجزائري. ولكن الشيء الجيد في اللاعب ابراهيم مازا هو انك عندما تريد تمثيل البلد تقدر تمثله مباشره، عكس الكثير من الاسماء اللي نلقاهم دائما يترددوا ينتظروا دائما في دي ديشون الى يعيط لهم ولا ما يعيط لهمش، يقول لك انا اتي لمنتخب وطني. لاعب كان حاضر مع المنتخب الالماني، كان يعني يستدعى، وحتى المدرب منتخب الالماني هو من اعلن بانه اللاعب غير الجنسيه الرياضيه. باش تشوف الامور سهله عندما تريد تمثيل بلد، وعندما مقارنه بين ريان شرقي نفس الحدوثه تمر على شرقي الكثير من اللاعبين اللي كانت هناك تردد نعم كبير في اختيار موناكو. نعم اكليوش يقال بانه اختار تمثيل الجزائر، وبعدها يقولوا بانه لونتوراج تاع اكليوش هو من انزعج كيخرجوا المعلومه باللي غير الجنسيه الرياضيه. يقول لك بانه كي تخرج المعلومه في الوسط الرياضي تاعو يقول لك النادي تاعو يعني يشكل له ضغط كبير ويولي ما يلعبوش باش يخلي ياسين عدلي مثلا. ياسين عدلي فيه نفس بار دي رياليتي، يعني فيه بار دي رياليتي، ولكن عندما تكون الامور واضحه نظن بانها تدعيمات نوعيه للمنتخب الوطني الجزائري، سواء بالنسبه لهذا اللاعب. كل لاعب يعني عنده الامكانيه باش يمثل المنتخب الوطني الجزائري، ابواب مفتوحه في ليس فقط في عهد هذا المدرب بل حتى المدرب اللي هو قادم، لانه مصلحه المنتخب هي فوق كل اعتبار لضمان المستقبل للمنتخب الوطني. لا بحاجه للتدعيمات، احنا الحين ان شاء الله نتاهلوا الى كاس افريقيا، نتاهلوا الى كاس العالم، نظن ان المنتخب الجزائري بحاجه لتدعيمات بما هو هذا. لكن فريد معطاوي في العدد السابق ناصر اسمح لي عماد تحدث عن هذا المدرب الذي يبحث عن نتائج فقط، يعني من وقال كتحليل شيخ ناصر كتحليل مميز تحليل فريد معطاوي قال لك هو مرتبط بعقد يعني قصير المدى، يعني وقع على اهداف نتائج وليس التشبيب وما الى ذلك. لو عقده طويل المدى لكان اعتمد على الشباب وما الى ذلك. لهذا قلت اولا مرتبط بالنتائج. بدايه الحصه واش قلت لك؟ اولا الهم الوحيد تاع بيتكوفيتش انه يحصل نتائج تاهل في اقرب وقت ممكن، اكثر النقاط، الحضور في كاس افريقيا، الحضور في كاس العالم، ربما اذا مبكرا كما نقولوا دار اشياء مثال عليه ربما يكون عنده شويه وقت انه يشبب يجيب اسماء ربما كثيره اخرى، اسماء يدير منتخب اخر باسماء اخرى، لانه المنتخب تاعنا كما نقولوا تقريبا في بعض الاحيان نقولوها صافي مال اون فان دو في، لازم تجدد، لازم اسماء جديده، لازم لانه كره القدم انا نشوفه اليوم لا 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 شوف في منصب ابراهيم مازا هناك بنجاح الى متى تبقى تعتمد على بنجاح؟ احسن مثال امين غويري عماد، احسن مثال في العالم في كره القدم هو المنتخب الاسباني. لما نشوفوا اليوم السن تاع اللاعبين حتى ولا فيه اسماء قديمه او عندها اسماء، لكن شوفوا 17 سنه 18 سنه 19 سنه 20 سنه ويصل الى نهائيات يفوز ماشي يفوز بكؤوس. اليوم هذه هي كره القدم، لازم التشبيب خلاص، ما تقدرش تلعب ربما عندك ثلاث لاعبين او اربع لاعبين في القائمه اللي فوتوا 30 سنه، لكن شوفوا احسن مثال هو المنتخب الاسباني. ناصر بويش كاين موضوع اريد الحديث معك فيه بالذات لانك لاعب سابق في المنتخب الوطني وانت مدرك لحقيقه الوضع في المنتخب وما الى ذلك. موضوع طلب الاعفاء من التنقل الى ادغال افريقيا طفى على السطح في الفترة الأخيرة في التربص الماضي، أسماء غادرت تربص المنتخب. هل يمكن مثلا كسؤال فقط وصف إعلان إصابة عوار ورياض محرز في التربص الماضي بالدعابة التي لا ترقى لوصف الحقيقة، مع أنه عوار أمس في فيديو قال يعني نفى رفضه التنقل إلى ليبيريا جملة وتفصيلا، قال الملف الطبي في يد بيتكوفيتش ولذلك أنا لم أرفض التنقل مع المنتخب الوطني، لكن هل يوجد مثل هذه الأمور في المنتخب؟ والله عشت أنا عدة سنوات يعني في ربما السفرات إلى أدغال إفريقيا المنتخب الأول حتى ربما منتخب تاع الشباب، نظن أنه الشيء اللي يقدر ربما إلا الإصابات يعني هي تقدر تعفيك أنك لا تسافر ولا تمشيش على إلى أدغال إفريقيا.
لكن ما نظنش انه اللاعب من راسه هكذايا ياتي يقول لك انا ربما عندي اشغال شخصيه، لكن ما عدا الاصابات. محمد صلاح قالها بالفم المليان، قال اريد طلبه من المنتخب المصري من الاتحاد المصري المشاركه في مباراه المنتخب المصري في القاهره، ورفض السفر الى نواكشوط لمواجهه موريتانيا في تربص المقبل. ربما اول مره سمعت ان محمد صلاح قال هذا الكلام. هذا نظن انه الا اذا كنت مصاب، انا نظن واش عشت انا لما اللاعب بيكون مصاب ما يمشيش، لكن ما عندكش عذر اخر لما تحمل القميص تمشي له حتى ولو ربما. لكن ما عدا انا حتى في ذاك الوقت ما عدا الاصابات فيه ملف طبي وين الطبيب الفريق يقول لك لا ما تقدرش تتنقل، واش يدير بك؟ ما عنده ما يدير بك المدرب او الناخب الوطني، تمشي للمنزل تاعك ولا تمشي للنادي تاعك. انا نظن ما عدا ملف الطبي ما تقدرش تسيب. نعطيك طرح اخر. طرح، اعطيني طرح اخر. ناصر بوش، انا واش عشت؟ انا قلت لك واش عشت؟ اكيد انت تمضي في فريق جديد، مثلا في وقتك ناصر بويش يمضي في نادي ميلان مثلا. موناكو. تحب موناكو؟ تحب؟ لا كنت حلمتين نلعب في موناكو. تمضي في موناكو انت في بدايه موسم، هناك المنافسه على المكانه الاساسيه، هناك عده امور يعني تخليك يعني تخمم كثير في منصبك مع موناكو، وهناك مباراه في ليبيريا عشب اصطناعي بداية موسم، ما تفكرش كثير انه ما تنقلش مع المنتخب الوطني مثلا؟ القرار ما نقدرش ناخذه انا، ربما بقرار مع الاتحادية، ربما مع الناخب الوطني، كاين الناس اللي راح ناخذ معهم القرار، حتى ولو الأولوية أكيد ربما حيكون النادي تاعي، نلعب كل موسم مع النادي تاعي، لكن ربما نقدر الاتحاد نتفاهم مع الاتحادية، لانه ربما الى الناخب الوطني يسحقني في هذا اللقاء ضد غينيا الاستوائيه هنا بالجزائر، يسحقني انا قبل اللقاء نقول نلعب اللقاء تاع غينيا الاستوائيه، وعندي ربما اشياء لازم انا نادي جديد انا بحاجه باش نكون حاضره. كاين تفاهم بين الاتحاديه الناخب الوطني واللاعب هذه، لكن ما لازمش تكون بوليميك ما حبش يلعب، لا فيها يعني ما نقدروش احنا نخرجوا على ديريكتومون على بوليميك، الوغ كو فيه ربما كاين اشياء سريه بين الناخب الوطني واللاعب. واضح ناصر بوش. امير، ما رايك في الموضوع؟ نتحدث عن نفي لعوار امس جمله وتفصيلا ما يتم تداوله حول رفضه التنقل الى ليبيريا، قال انا مركز 100% مع المنتخب، دائما املك نفس الرغبه لتمثيل الالوان الوطنيه. اليوم تكلمت على عوار، ربما الامر تاع عوار وضحوا امس انه غادر بسبب اصابه، حتى ما لعبش ما شاركش مع فريق الاتحاد السعودي انذاك، لكن اليوم انا نفتح فقط قوس كي تشوف هاد اللاعبين نقارنهم لك في انديتهم، عندما رياض محرز مثال كي كان في مانشستر سيتي يلعب امام فريق في كاس انجلترا من الدرجه الرابعه والخامسه، انا ذاك رياض محرز ما كانش يشارك كثير في مانشستر سيتي، لكن عندما يستدعى من طرف غوارديولا في مباراه نشوف غوارديولا يستدعي اللاعبين الشباب انذاك في فريق من الدرجه الرابعه والخامسه، رياض محرز يكون حاضر في القائمه ويشارك. لماذا في 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 هذيك الفتره ولا في هذيك المباراه لا يطلب الاعفاء انه مباراه الدرجه الخامسه كما نقولوا نجوم الفريق غايبين عن المباراه؟ انك انت مرتبط بعقد مع فريقك. اكيد مرتبط بعقد مع فريقك، انا نظن انه العقد مع الفريق والعقد مع المنتخب الوطني، نظن المنتخب الوطني اقوى. لكن نقطه كان مصاب رياض، كان مصاب. اعطيت لك مثال فقط عن رياض محرز، مانيش نتكلم خصيصا على رياض محرز، اعطيت فقط هذا المثال على رياض محرز. انا نظن اليوم محمد صلاح مثلا ما يتنقلش نواكشوط لانه راح يدخل ربما غمار رابط الابطال مع ليفربول يبداها مع فريق ميلان، يقول لك نتنقل الى نواكشوط ارضيه ميدان اصطناعيه، ربما اصابه ربما كذا، هذه ربما يخمم في المستقبل تاعو مع نادي مع الاتحاد المصري لكره قدم، لكن هو في لا كونسيونس تاعو كلاعب يمثل المنتخب الوطني المصري، انا لو كنت في مكانه نتنقل الى نواكشوط لاني نمثل الفريق فريقي، لانه محمد صلاح خرج من البطوله المصريه ما خرجش من انجلترا اليوم باش تتكلم هذه الامور. حبيت نتكلم على نقطة هامة، لما لاعب هنا في المنتخب الجزائري نتكلم يصاب يعني ما يمشيش إلى دغال إفريقيا، ما يمشيش مصاب ربما حتى ولو الإصابة نقولوا خفيفة يعني ما يمشيش،
أربعة أيام من بعد وخمسة أيام يلعب مع ناديه محرز، يلعب مع مانشستر سيتي ولا يلعب. من العلاج ليس نفس العلاج، لأنه ما عندهم العلاج توب ليفل. العلاج تاعك طبيعة الإصابة تطلب خمس أيام ويولي. لا إذا أنت ربما العلاج، لا لازم نقولها بكل صراحة، عندهم إمكانيات كبيرة جدا في العلاج. ترجع للمنافسة في 48 ساعة و 72 ساعة ترجع، لأنه العلاج ديسبيس. لكن هذه المرة ليست المرة الأولى اللي غيب رياض محرز عن المنتخب، شفنا في كأس إفريقيا بالكاميرون، شفنا قبل التربص كان مرتبط بسبب حفل زفافه، بعدها الموسم الماضي حفل زفاف اخر دائما نشوفه. لا قلت لك هذا ندخلوا في، لكن ليس دائما تكون هذه الامور مع نفس اللاعب. رياض محرز دائما اول مره ليس، لكن لماذا ما نشوفوش؟ لانه ليس صلاح في كاس افريقيا لانه ليس لاعب مثل باقي اللاعبين. كريستيانو ما نظنش انه نيمار قال له شوف، نظن بانه في هذا الموضوع الكثير من الزملاء تاعنا الاعلاميين ولاو يفتقدوا نوعا ما من الموضوعيه في الطرح في معالجه هذه المواضيع. اقول مثلا لو حدث هذا الامر في عهد الناخب السابق جمال بالماضي، نظن بانه بعض الاطراف كانت ستاخذ هذا الموضوع من واحد الباب ماشي من باب الموضوعيه، باسكو برك صارت في عهد هذا الناخب وفيس فيرسا في هذا الناخب. الان اصبحنا نفتقد لي الموضوعيه عندما نعالج الكثير من المواضيع صراحه، نقولها بكل صراحه، لانه اصبحت وكانه مصلحه المنتخب اصبحنا نخلوها جانبا ونروح دائما نصطاد في المياه العاكره. نظن بانه تبقى طريقه تسيير المدرب، لو المدرب تفاهم مع اللاعب هذا وهذا وهذا وقال له انا ما نسحقكش، وفي هذه المباراه نظن بانني انا نقدر عندي البديل، نقدر نتغاضى عليك في هذا اللقاء وعندي البديل وحنجرب لاعب اخويا ما دام تفاهم معاه اللاعب هذا ولقى ان تيران دونتونت ولعب هذه المباراه وربحها. يبقى طريقه تسيير المدرب هكذا يسير المجموعه، المدرب يريد تسيير المجموعه بهذه الطريقه. صحيح فيه في بعض الاحيان فيه اسم او اسمين يكون عندهم يعني تعامل خاص، بالك تعامل خاص مع المدرب، تبقى طريقه تسيير المدرب. حتى بيتكوفيتش بصفه عامه الكوادر عندهم تعامل خاص في كثير من الاحيان في كره القدم، لازم نقولها بكل صراحه في كره القدم كثير من الاسماء. لا ليس لا لا ما تشوفش فارس انه هذا الامر قد يفتح الباب لباقي اللاعبين، يقول لك كيفاش هذا مديت له اوتوريزاسيون وحنا علاش ما نديش تبقى طريقه تسيير المدرب. قلت لك انا ما نقدرش ندخل في طريقه تسيير المدرب، هو لكن رياض هو بعد اسمح لي بعد هو يتحمل مسؤوليته طريقه التسيير. هذا هو الامر. لا لا حبيت نقول لك انا كاعلامي ما نقدروش ندخلوا في طريقه تسيير المجموعه. لا برك فارس امين انت في كره القدم كاين اللاعبين كل واحد وده درجات يا صاحبي، بل كاع اللاعبين كيف كاين النجوم تاع الفريق، ما تقدرش انت تقارن كريستيانو رونالدو تقارن روحك انت دوك. لا اللاعب هناك ابطال اسيا مع الجميع، لكن فيه اشياء يعني في كره رونالدو مع نادي النصر السعودي رفض رفقه، ليس هو فقط حتى نادي النصر السعودي رفضوا انه يذهب الى العراق باش يواجه نادي الشرطه العراقي مثلا، لانه كريستيانو انا لا اقول في نفس صوره محرز ولا، لكن هي كما قال لك اسماء عندها اسماء. لكن انا تكلمت لك على رياض محرز. رياض محرز ما حدث له مع الناخب السابق كان مقارنه بباقي اللاعبين ليس نفس التعامل الناخب السابق مع رياض محرز. لا خليني نكمل القادم، لا خليني نكمل من اللاعبين كيف انا كنت حاضر كان لي انا وامين كنا حاضرين في كوت ديفوار في بواكي. رياض محرز لما اتى الى التربص الماضي كان عنده تربصين ما حضرش المنتخب الوطني لاسباب ما وضحهاش هو. في بواكي بعد الاقصاء امام موريتانيا كل اللاعبين فاتوا على لازون ميكس باش يديروا تصريحات الا رياض محرز، حتى المسؤولين الكاف انذاك مسؤول الاعلام في الكاف ذهب لي قال له يجب عليك ان تمر على الصحفيين الجزائريين، لكن في الاخير لم يمر على الصحفيين الجزائريين، مر من الباب الخلفي ودار تصريح لقناه فرنسيه يتكلم لها عادي جدا، وحنا كجزائريين لم ما تكلمناها ما هدرش علينا ما تكلمش حتى كلمه صرحنا وما حبش يفوت علينا. واليوم بعد شهرين بعد غياب تربصين يعود مره اخرى الى المنتخب الوطني بعد الكثير من الكلام الذي قيل. اليوم رياض محرز يلعب مباراه واحده بعد اي تو كان مصاب
بعد شنو نلعب مع الاهلي؟ لا ربما اشياء دي ما مع الاهلي بعد ثلاث ايام خمس ايام وبعدها زاد حبس كان مريض. لا ثلاث ايام شارك مع الاهلي. لا هو هو بعدها زاد حبس لانه حبس لعب مباراه كاس امام شارك مع الاهلي كان مصاب. مع الاهلي كان مصاب. لا جاء مصاب. لماذا لماذا لم يشارك في تلك المباراه؟ ما شاركش في تلك المباراه بعد المنتخب الوطني بعد تربص المنتخب شارك في المباراه. لا صح ما شاركش في التدريبات. شارك في التدريبات شارك امام النصر شارك في التدريبات ومن بعد ولا تقدر تكون اصابه خفيفه ماشي. لا هو رياض محرز في نهايه المواسم وبدايتها يعاني من الام على مستوى الركب. نعم كان مصاب لا يعني منذ مده طويله حتى في المنتخب كان يلعب افيك دي دولور. نعم حتى بعد على الركبه على وش حبيت نقول؟ حبيت نقول بلي حتى لو كان الغياب تفاهم بينه وبين المدرب ليس فقط رياض محرز حتى بالنسبه لعوار وشافوا باللي هذاك اللي يقدر يفوز به يتخلى على بعض اللاعبين وخلى لهم لا ليبرتي انهم يولوا الانديه تاعهم باش ما لازمش نديروا منها بوليميك. حنا فهمت اش حبيت نقول؟ هذا يبقى رايي فقط خاصه وانه عرف كيفاش يتجاوز الامر. تلعب ليبيريا بكاع الكوادر وكذا تقدر بالفريق الثاني وكونتر على بالك هذاك اللقاء تكون عندك فرصه انك تجرب الكثير من اللاعبين اللي ما خدوش الفرصه تاعهم كما حكينا ضد ليبيريا بالفريق الثاني تربح. يعني انت لست في حاجه لرياض محرز امام ليبيريا؟ لو المدرب شاف هذا الامر لو المدرب بالتفاهم على اللاعب شاف بانه يقدر يتغاضى عليه قادر نشوف قادر رياض محرز يقدم الاضافه للمنتخب الوطني في السنوات المقبله بحسب رايي بطبيعه الحال. حتى الكاس العالم يقدر يلعب كاس عالم ويحبس. تمنوا انه يكون حاضر فقط امام الانديه الكبرى فقط معليش مع ليبيريا ومع المنتخب مع البنين ومع رواندا ما يكونش حاضر. امير الرزعفان كما صرحش رياض محرز في كوت ديفوار. نتمنى انه رياض محرز لو كان قدم مستويات كبيره في كان كوت ديفوار امام موريتانيا وين كنا نسحقوا. يقدر يجوز اكوتي صحيح يقدر يجوز ماشي كيجوز اكوتي ولا ليس اكوتي ليس في كان 2021 وكان 2023 في المباراه الفاصله الثالث احسن هداف واحسن ممرر وين حطوهم؟ لا ما قلناش ثالث احسن كانوا نحسبوا هذا رياض محرز من 2019 مقارنه ب 2019 يتراجع لاعب كجزائريين حبوا هذا اللاعب. اه عطينا الصحه احنا نحبوا اللاعب هذا. احنا ماذا بينا رياض تاع 2019 يبقى حتى لا حتى الكوب دي مون احنا بدكم موضوعي أمين. صح لا نحكيك من باب كما قلت انت ما يلزمش نعاملوا اللاعبين كاع كما يقولوا بنفس المستوى. حنا رياض محرز نشوفوه أسطورة المنتخب الجزائري. أمين. يعني عندما نراه في المنتخب الجزائري حتى يعني غاب في التربصين الأخيرين اسمح لي غاب في التربصين الأخيرين ثم شاهدناه قائد المنتخب الجزائري. يعني الجزائريين كيشوفوا رياض محرز فوق أرضية الميدان ينتظرون صح منه أكثر من المستوى الذي يقدمه في الوقت الحالي. لكن غلبته ليموسيون ما تقدرش أنت غلبتك ليموسيون نفهمك. رياض محرز هذا تاع 2019 و20 21 ما يقدرش يكون اليوم نطلب من المحرز اليوم كرة القدم باش نقول لكم تغيرت. اليوم كرة القدم سي الجري شكون يجري أكثر شكون ياتاكي أكثر شكون يديفوندي أكثر سون زاري حتى الكرة. شيخ ناصر لو نذكرك برياض محرز في مباراة زيمبابوي في 2020 في هاراري لاعب مصاب بالحقن سجل هدف من حينها لعب بالكونترول وكيفيه لا فان دو فراب وحطها في شيبك. حينها شارك بالحقن لانه كاين السن شويه لازم شويه كره قدم. اليوم غير قلت لك كره قدم ما نستناوش من رياض محرز ما يقدرش. اليوم كره قدم كل عام عامين ثلاث سنوات اربع سنوات تتغير. اليوم السرعه باش تهاجم لازم لك سرعه باش ترجع للدفاع لازم لك سرعه. رياض محرز من بين النجوم لكرة القدم العالمية. شفت ساديو ماني يلعب شوف باش نعطيك ساديو ماني يلعب في النصر السعودي في بداية الموسم هذا لعب وقيلا لقاءين وثلاث لقاءين كل جمهور تاع النصر السعودي قال لك لازم هذا اللاعب هذا يمشي للنادي نسلفوه إعارة إلى نادي آخر. هذا ساديو ماني كان عنده سنتين كان ربما أحسن مهاجم في أوروبا بطل أوروبا. هذه المقابلات قال لهم واحد لاعب قال لهم في كرة القدم قالوا تو فافيد
قال له تقدر تكون اوطوب هذا الموسم ولكن الناس يزوب لي فيت يعني هذه طبيعه الانسان هذه عمل الفكره تاعو لا الفكره تاعو تحمل الكثير من الصعوب وتبقى فكره راي واضح. سنغلق ملف المنتخب الوطني نتحدث في عجاله في الدقائق المتبقيه عن البطوله المحليه مباراه شبيبة القبائل واولمبيك اقبو دربي القبائل غدا على ملعب حسيني احمد. مباراه يعني اولى في ملعب يعني مميز، كيف ترى هذه المقابله يا امين وانت؟ هي خاصه مباراه خاصه بالنسبه لكل الجزائريين من المنطقه انا ابن المنطقه ونحن في نحن متطوقون لرؤيه هذه المباراه في ملعب التحفة. هي مباراة خاصة بالنسبة لكل الجزائريين وبالنسبة لعشاق ألوان شبيبة القبائل بخاصة، يعني مباراة شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو دربي قبائلي نتمنى أن يكون في مستوى تطلعات الجماهير التي ستكون حاضرة من دون شك في هذا الملعب التحفة، والكل يتحدث زميلي عماد عن هذا الملعب التحفة. أظن أنه لعب الأندية الجزائرية في مثل هذه الملاعب سيمنح صورة جميلة للكرة الجزائرية أولا، وسيمنح أيضا قد يرفع مستوى اللاعبين أيضا، يعني لاعب عندما يلعب في ملعب كحسين حسين يتحمد أو ملعب علي لابوينت ليس كلاعب يلعب في ملعب صغير لا يملك مواصفات ملعب عالمي. أتمنى أن تكون مباراة في المستوى، أتمنى أن نشاهد لوحات جميلة، أتمنى أيضا أن يعود شبيبة القبائل لمستواه الحقيقي وأن يلعب أيضا على الأدوار الأولى في المنافسة الإفريقية، خاصة في ظل العمل الكبير الذي قامت به الإدارة أولا ثم العمل الذي قامت به الذي قام به الطاقم الفني بقيادة عبد الحق بن شيخ. أنا أتحدث أيضا عن فريق آخر مجتهد جدا أولمبيك أقبو الذي خامس يعني خامس صعود على التوالي، عمل جبار على المستوى الطاقم الفني، وأظن أن المباراة ستكون إن شاء الله كما قلت لك أتمنى أن تكون في مستوى تطلعات الجماهير التي ستكون حاضرة إن شاء الله. تحدثت عن الجماهير، نتمنى تحسن تلك الصورة الجماهيرية في هذه المباراة. نعم، شاءت الصدف أن تكون مباراة بين ممثلين عن الكرة القبائلية. نعم، شبيبة القبائل بلوك جديد بملعب جديد رائع يليق بقيمة هذا النادي الكبير على مستوى القاري وليس فقط على المستوى الوطني. وجه نادي أقبو اللي بدأوا البطولة وفازوا في اللقاء الأول، بالك عندهم أفونتاج بالنسبة لشبيبة القبائل. نتمنى أن نشاهد لقاء جميل يليق بتاريخ خاصة شبيبة القبائل، نقول لأنه ملعب باسم الراحل حسين يتحمد، وإن شاء الله نشاهد لما لا عودة شبيبة القبائل حتى على مستوى القاري الموسم الماضي بهذا الملعب. كل حال يبقى الجانب الرياضي، لازم نشوفه أول لقاء خاصة للشبيبة بعد استخدامات نوعية ويعذبوا دبوز. نعم، حتى المدرب عبد الحق بن شيخة كان عنده يعني مثل ما كان معه الحال في نادي اتحاد العاصمة، كانت عنده لمسة في اختيار اللاعبين. غدوا نشوف إن شاء الله أول لقاء تاع شبيبة القبائل اللي حيكون متفرغ فقط المستوى المحلي لأول مرة منذ سنوات. نظن شبيبة ماشي في الكثير من الأحيان تتفرغ فقط باش تلعب المنافسة المحلية. نتمنى نشاهد لقاء جميل فوق ملعب تحفة. ملعب تحفة يكون محظوظ لأنه سيكون حاضر. سيكون حاضر نصر. الأهم هو أنه حيكون يوم تاريخي لنادي شبيبة القبائل في الدربي قبائلي في ملعب عالمي باسم الثقيل حسين يتحمد. حسين يتحمد رحمه الله. نظن أنه فرصة لشبيبة القبائل اللي باش تعود هذا الموسم، فرصة هذا الموسم باش تعود إلى كما نقولوا إلى الواجهة، تلعب على الألقاب. هذا النادي اللي على لازم يكون يلعب على الألقاب. وحشنا نشوفوا شبيبة القبائل. لا، هذا النادي لازم يلعب على الألقاب، لازم نقولها بكل صراحة. مولودية مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة، شباب الوزداد، شباب قسنطينة، وفاق سطيف. لا، وفاق سطيف، هذه الأسماء هذه الكبيرة لازم تلعب كل موسم على الألقاب حتى ولو كاين كما نقولوا ثلاث مناصب او، لكن نظن انه راح يكون يوم تاريخي في اجواء ان شاء الله تكون كما نقولوا رياضيه تو سامبلومون. نتمنى تكون اجواء رياضيه ومباراه في روح رياضيه. وصلنا وياكم مشاهدينا الى نهايه هذا العدد. ناصر بويش يعطيك الصحه.
شكرا جبت لنا اليوم ميليو تيران يخدم يا صاحبي جبت لي هاي غارديا قال لك جابها من اللي كان خرج لنا واحد سجله ثلاثه. شكرا جزيلا نصر بويش امين يعطيك الصحه. صحه فقط انا نتكلم على مباراه شباب القبائل اللي كانت راح تكون في ملعب اول نوفمبر لولا تدخل البعض اللي نتكلموا على عرس كروي لانه رئيس شباب رئيس اولمبيك اقبو قال انه قبل ست سنوات كنت نلعب في القسم الولائي اليوم راح يلعب امام فريق شبيبه القبائل حاجه كبيره لمدينه اقبو اليوم قوس اخر ونقطه سلبيه اخرى اليوم بما انه مباراه شباب الوزداوي فاق سطيف ستكون في ملعب 20 اوت واتحاد العاصمه سيستقبل الاسبوع المقبل اتحاد بسكره ايضا في ملعب 20 اوت بسبب غلق ملعب 5 جويليا وملعب نيلسون مونديلا. هذا المسلسل الذي دائما اصبحنا نشاهده في بدايه الموسم والانديه مقبله على المنافسه الافريقيه نتمنى انه الملعب 5 جويليا ونيلسون مونديلا يفتح للانديه الجزائريه في اقرب وقت ان شاء الله. أمير شكرا, شكرا جزيلا لك امير امين بارك الله فيك. شكرا صح. فارس كنت ضيفا مميزا اليوم نتمنوها ماشي الخطرة الأخيرة ان شاء الله. شكرا لكم جميعا وتحية الشيخ ناصر اللي والفتوا شوية في الاستديو بارك على بدايه كنت فيها يعطيك الصحة فرصة أخرى ان شاء الله. بارك الله فيك فارس شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب الإصغاء والمتابعة. الشيخ ناصر تفضل لك الفضل مرة أخرى الشفاء العاجل لفريد مطاوي الاستاذ تاعنا فريد مطاوي نتمنى عودته سريعا الى هذا البلاطو. اشتقنا الى فريد مطاوي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب الاصغاء والمتابعه. نضرب لكم موعدنا الاثنين المقبل ان شاء الله. سلام.